يعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن الحفل الختامي لفعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث الخميس الموافق 3 أغسطس على المسرح الكبير قاعة المنارة بالتجمع الخامس. يشارك بالحفل كورال أم النور، يرفع الستار في تمام 8 مساء. يسعدنا مشاركتكم من خلال الدعوة الشخصية. لطلب الدعوات تفضلوا بزيارة مقر المركز الثقافي. يعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن انطلاق الحفل الختامي لمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. تبدأ فعاليات الاحتفال بالمؤتمر العلمي والبحثي يوم 1 و2 أغسطس، الحضور من 9 صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبرويس بالعباسية من 9 صباحا حتى 4 عصرا. والفعاليات دي الدعوة فيها عامة. أما بالنسبة لاختتام الفعاليات بالاحتفال يوم الخميس الموافق 3 أغسطس اللي هو عيد ميلاد متنيح البابا شنودة الثالث، ده هيكون الاحتفال على المسرح الكبير بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. الستار هيرفع في تمام 8 مساء، وبيتضمن الحفل عدد من الفقرات مستوحاة من تراث معلم الأجيال ذهبي الفم الثاني مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. المركز بيؤكد أن دعوات يوم الخميس 3 أغسطس شخصية تسلم من خلال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وتفاصيل أكتر ممكن نعرفها إذا تفضلنا بزيارة موقع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي www.copticocc.org أو التواصل على رقم تليفون 06-016-84-15. اللي عايز بس أكد عليه أنه فعاليات المؤتمر العلمي والبحثي يوم 1 و2 أغسطس بالقاعة الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وده دعواته عامة والحضور من 9 الصبح ل4 عصرا. أما حفل يوم 3 أغسطس ده هيكون الساعة 8 بالظبط، بترفع الستار في قاعة المؤتمرات أو المسرح الكبير بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. ده دعوات شخصية تسلم من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، يعني الدعوة فيه مش عامة.